يا ترى ايه اللي بيحصل في السوق السوداء للدولار في مصر؟ وليه سعر العملة الأمريكية بيرتفع في الساعات الأخيرة؟ ومين خفافيش الظلام اللي بيستغلوا انشغال الدولة بدعم قضية عادلة زي قضية غزة وبيلعبوا في سوق صرف العملات الأجنبية؟ وايه تأثير استمرار العدوان الإسرائيلي على مستقبل الجنيه؟ وهل ممكن تحصل قرارات مفاجأة لضبط سوق الصرف ولا مفيش جديد غير بعد انتخابات الرئاسة؟ بانكير نبض البنوك. في الكام ساعة الأخيرة في تحركات مريبة جدا بتحصل في السوق الموازية للعملة، وبسبب التحركات دي ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لمستويات قياسية جديدة ما حصلتش قبل كده، واستغل تجار العملة والمضاربين انشغال كل الأجهزة بتاعت الدولة المصرية بدعم القضية الفلسطينية ووصلوا تلاعبهم لرفع سعر العملة الأمريكية وتحقيق مكاسب كبيرة، واستغلوا كمان بعض الإجراءات اللي خدتها البنوك بخصوص حدود السحب في البطاقات في الخارج، وشهد سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعات ملحوظة بالتزامن مع إجراءات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن استخدام بطاقات الخصم والائتمان في المعاملات الدولارية. وفي نص الأسبوع اللي فات أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك العاملة بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقاً لما يقرره كل بنك. البنك المركزي أصدر التعليمات دي بناءً على الملاحظات الأخيرة حوالين إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات بطرق غير مشروعة والقيام بسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، وكان لازم يكون في تحرك للحفاظ على السيولة الدولارية وكمان خنق السوق السوداء اللي بيعاد من خلالها بيع الدولارات اللي بيتم سحبها من بره مصر. اللي بيحصل في السوق السوداء للدولار تزامن مع استطلاع لوكالة رويترز عن مستقبل الجنيه خلال الفترة اللي جاية. وفقا لتوقعات اللي شاركوا في الاستطلاع، فمن المتوقع تراجع قيمة الجنيه امام الدولار الايام اللي جاية، وان سعر العملة الامريكية في البنوك الرسمية هيوصل ل 35 جنيه بحلول نهاية ديسمبر. ورجح كمان المشاركين في الاستطلاع وصول الدولار ل 37 جنيه 6 قروش بنهاية 2024 و 39 جنيه بنهاية 2025. وبتواجه مصر تحديات اقتصادية أدت لسلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي، ومع ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت ستاندرد أند بورز إن تخفيض توقعاتها لتصنيف مصر الائتماني مؤخرا بيعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية، وسط توقعات بأن الضغوط التضخمية هتفضل مرتفعة خلال الشهور اللي جاية. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم لحظة بلحظة. أنا أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.